أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لحصد جائزة لاعب العام 2017. وعرفت القائمة القصيرة تواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والذي ترشح منذ أيام لحصد جائزة أفضل لاعب إفريقي والخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم. يتواجد محمد صلاح بين اللاعبين المرشحين للفوز بالجائزة إلى جانب السنغالي ساديو ماني زميله بالفريق الإنجليزي، كما يتواجد الغينية نابيكيتا لاعب لابزيج الألماني، والنيجيري فيكتور موسيس لاعب تشيلسي الإنجليزي، وبيير أوباميانغ مهاجم بروسيا دورتموند الألماني بين المرشحين للفوز بالجائزة. وقررت بي بي سي أن تفتح المجال الجماهير للتصويت على هذه الجائزة، والتي سيتم الإعلان عن الفائز بها يوم 11 من شهر ديسمبر المقبل.